امنيه جيلك يمكن موسم زي ما قال الكابتن صعب وكان في ضغوط، وانت كمان يعني وجود ثلاث حراس يعني ما شاء الله، الله اكبر، ثلاثه كلهم اسامي فده عمل نوع من انواع المنافسه. اكيد طبعا منافسه مشروع طبعا. شايفه الموسم ازاي؟ شايفه انتوا الثلاثه عملتوا ايه الموسم؟ ازاي كان بينكم ترابط؟ ازاي كنتوا بتشجعوا بعض؟ احنا دايما بنقول احنا الثلاثه ان اكتر مركز بجد بنحب بعض وما فيهوش مشاكل هو الاجوان. احنا فعلا بنفرح لبعض من قلبنا، وفعلا يعني احنا اكننا ايد واحده كده بجد بجد فعلا. اي حد بيلعب بنبقى التاني مبسوط له. طبعا في تشالنج، وتشالنج كبير يعني طبعا. طول الوقت بتبقى محتاج تتمرن وتطور من نفسك وتثبت في نفسك. وفي الاخر الحمد لله يعني قدرنا احنا نطلع احنا الثلاثه بصوره كويسه. طيب احسن موسم انت على المستوى الشخصي، مش موسم، احسن مباراه اي لاعب او اي حارس مرمى بيبقى فيه مباراه بيعملها في الموسم يفضل فاكرها، كان متوفق اللي هو لو اتحرك اي حاجه بيصد، عارفه انت الشعور ده؟ مباراه ايه؟ ممكن اقول كان في ماتش طيران كده كنت موفقه. ده التاني الاولاني احنا كسبناه. لا التاني فرقنا فرق كبير كمان. كسبنا فرق لا كبير. حسيت بفرق ساعتها يعني. كنت حاسه ان انا كنت كويس. طيب ده على مستوى الدوري في افريقيا مثلا، كان في مباراه مثلا يعني فاكراها مباراه مهمه، مش لازم انت بس، ممكن يبقى حراسه المرمى كان ليها دور كبير فيه. يعني ممكن اقول ان يعني فعلا اكتر يعني انا ممكن يكون مشاركتي في افريقيا ما كانتش كبيره قوي، بس في ماتش لعبته المغرب كنت لعبته واديت اداء كويس الحمد لله. وفي ماتش تونس منا ما شاء الله كانت متالقه فيه. انا شفت ماتش تونس يعني فعلا كنت فخوره بيها والله بجد. وماتش انجولا برضو عملت ماتش كويس قوي، وغاده برضو عملت اخر ماتش كان كويس قوي. بس برافو الروح اللي ما بينكم دي على فكره والله. حلوه جدا. ودايما تلاقي الروح ما بين حراس المرمى حلوه، يعني حتى الفريق الاول رجال هتلاقي حميد وطه، هتلاقي كان الطيار قبل ما يمشي، هتلاقي كانت الروح ما بينهم ما كانش يفرق مين اللي يلعب. يعني فعلا والله كويس. بجد احساسي، انا بحس ان غاده اختي الكبيره ومن اختي الصغيره، يعني بجد ده احساسي والله. مش اكيد يعني شايفين الكلام ده. وبعد كده ننزل الملعب نقطع بعض. هو ده هي المنافسه شريفه عامه. منافسه شريفه. طب خلينا نتكلم على بقى كفرقه، يعني كباتن كانوا قبل الفاصل اللي معايا اجمعوا ان مباراه الزمالك اللي تعادلنا فيها دي كانت مفاجاه وكانت شوك جامد جدا. انت مجتمع معاها في الكلام جدا جدا. صعب. يعني كانت ثقه زياده زي ما هم قالوا. يعني احنا يمكن كانت ثقه زياده، احنا ما كناش محضرين للماتش كويس، فنزلنا الماتش يعني اكن في حاجه شوك كده، احنا مش عارفين نعمل حاجه. هل كنتوا بتفكروا للشمس وسبورتنج ولا كان يمكن ما كناش محضرين للماتش كويس، علشان الماتش كان اصلا اتفرج عليها هيحس بحاجه غريبه، احنا اكننا مش موجودين، اكننا مش عارفين نلعب. بقرا على الاخبار. لا الماتش كان ازاي؟ يعني كان غريب، يعني ادائنا فيه كان غريب، فهو كان العمل النفسي هنا كان فارق، يعني احنا ما كناش محضرين الماتش كويس خالص. بس الحمد لله ربنا كرمنا. الحمد لله عدت على خير. بعد كده ما فكرتش في اللي بعده. وبعديها الحمد لله عملنا ماتشين كويسين. طب خلينا يمكن غدا التذبذب ده نتيجه الخبرات، يمكن انت ما شاء الله عندك خبرات جيده، لعبت بطولات كتيره، فعندك شويه يعني خبرات اكتر منهم، خلينا اعترف. شايفه حاجه زي كده بتبقى نتيجه خبرات ولا نتيجه استعداد للمباراه، ان انت ممكن تبقى مباراه نازلها وضامنها 100% لنفسك اتعادلت زي مباراه الزمالك؟ هي طبعا بتبقى هو استعداد اكتر حاجه. ان احنا فعلا زي ما قلنا ايه، احنا ما كناش مستعدين استعداد اللي بنستعده لكل مباراه. احنا كنا كسبانين من الزمالك فرق 13 في اول موسم، كسبنا رايح جاي تقريبا. رايح جاي ولعبناهم كمان. عندنا في عبد الرحمن فوزي كسبنا فرق 13، وفي الزمالك باين كسبنا فرق 2 او 5، وبعد كده لعبناهم تاني كسبناهم، فاحنا خلاص يعني عندنا اللي احنا في اي وقت احنا نكسب، مع احساس ان احنا الماتش بيبقى سهل، هم مش بيبقوا عارفين هنلعب عليهم ازاي وهنسحب امتى وهنشد امتى، فالماتش كعب اللي مننا فجأة. طب غدا احلى ماتش لعبتيه السنة دي في الدوري ايه؟ الدوري؟ الدوري كان بالنسبة لي كان ماتش أهم يعني بالنسبة لي كان أكتر ماتش الشمس في الشمس الدوري التاني اللي احنا كسبناه فرق هدف باين؟ كسبناه الفرق 2 2 بس ده كان بالنسبة لي أكتر ماتش. طب أفريقيا؟ أفريقيا كان ماتش انجولا وماتش انجولا انجولا الثاني، لا مش قبل النهائي، ماتش اول اغسطس اللي كان في المجموعات وماتش اللي هو بتاع اوتو اللي هو الثالث والرابع. الثالث والرابع اللي كنا دول احلى ماتشين لعبتيهم في افريقيا. طيب المنتخب
منتخب مع الدرجة الأولى في 2012، كان قبل ما التوقف، كان برضو بالنسبة لي كان ماتش أنجولا. انت ما لعبتيش معاهم السنغال؟ ما لعبتيش معاهم. لا. طيب شايفة فرقتنا اللي جاي ايه؟ يعني انت على مستوى بقى بعين الـ 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 يعني بعين حد قديم في الفرقة لعب مواسم كتير، شايفانا السنة الجاية ان شاء الله على نفس المستوى ولا محتاجين تدعيمات ولا محتاجين شغل؟ يعني بحكم كده يعني. لا، هو احنا الحمد لله احنا النهار يعني السنه دي احنا حطينا اول خطوه في طريق الدوري او المحلي، وبالنسبه لافريقيا شايفه ان احنا مع استمراريه في افريقيا هنحقق وهنبقى في فاينلز. شايفه ان احنا يعني اكيد في تدعيمات دي هتبقى ترجع للجهاز الفني طبعا بالنسبه لاي مركز هو هيبقى حاسس فيه، واكيد لازم نشتغل ولازم نطور من نفسنا عشان نواكب يعني انجولا بالظبط كده. طب غاده خلينا اتكلم عن دعم كابتن محمود الخطيب. يمكن انا اتعمدت اسالك انت لانه انت برضو يعني حضرتي يعني وشفتي في النادي الاهلي كتير يعني، ولعبتي وتالقتي وبطلتي ورجعتي، يعني ليكي تاريخ مع النادي الاهلي جيد بالكفاح. كابتن محمود الخطيب الحقيقه داعم بشكل غير مسبوق للالعاب الاخرى، رجال وسيدات. دي حقيقة. ومش بس داعم بالصفقات وبالعقود وغيره وغيره، كمان داعم معنويا. بتلاقيه في الماتشات اول واحد، بتلاقيه في التدريبات قاعد وبيتفرج عليكم. يعني طبعا اكيد من وراه اكيد جاي المجلس كله على راسهم طبعا معالي الوزير العامري فاروق اللي ما بيفوتش ماتش، كسبانين خسرانين هو موجود ومع فرقته. شايفه الدعم ده احنا محظوظين بيه ولا شايفه ايه؟ يعني الدعم ده يمثل لكم ايه كفرقه؟ لا يعني الدعم ده اثر علينا احنا كفرقه بحاجات كتير، اثر علينا ان احنا عندنا حافز اكتر، عندنا دافع ان احنا يعني الناس دي واثقه فينا فاحنا لازم نبقى قد المسؤوليه. الناس دي ما جاتلناش من فراغ، يعني كابتن محمود طبعا هو زي ما حضرتك قلت قدم لنا بعقود جديده بعد قرار الاتحاد بالعقود بالظبط. هو كان كل الانديه قالت لك لا، والنادي الاهلي قال لك انا هعمل عقود بالظبط، وكمان المبالغ بعيدا خالص عن المبالغ اللي بره عقود بالنسبه بالظبط. الناس لما قلنا مثلا ان في ناس شابات كويسين محتاجينهم كابتن جابهم محترفين دعمنا في بطوله افريقيا. حتى سعيده اللي جت التونسيه في اول الموسم تم استبدالها باللعيبه السنغاليه بالظبط، فحتى في بطوله افريقيا جابوا لنا اثنين محترفين من الناس الكويسين، فهو بصراحه بيدعمنا في كل حاجه ماديا معنويا. جاب بالنا بعد ماتش الكاس، بعد بطوله الكاس، وقعد معانا وقال لنا ان احنا خلاص الفرحه بتاعت ماتشات الكاس ننسبها على جنب. قال لكم كده؟ قال لنا ننسبها بقى على جنب، وان احنا عندنا حاجه اهم، الدوري لسه علينا 3 ماتشات ونركز. حتى ماتش الزمالك هو قال لنا لازم تبقوا مركزين فيه، هو كان اكتر واحد شايف ان احنا لسه عندنا الفرحه ونايمين فيها بصراحه. هتصدقيني لو قلت لك ان كابتن محمود الخطيب دايما يعني بيفكر بفكر جمهور النادي الاهلي، متعطش دايما البطولات، يعني اي بطوله تكسبها هيقول لك مبروك افرح يوم يوم ويكتر عليك والله العظيم لان كابتن محمود الخطيب عارف يعني جمهور النادي الاهلي. طيب انتوا عارفين الانديه الثانيه فعلا بتحسبنا على ده؟ عارفه كده؟ يعني حتى اللعيبه اللي معاهم في المنتخب او اللعيبه اللي احنا اصحابنا انتوا بجد محظوظين، بيبقى اي حد نفسه يجي للنادي الاهلي. يعني هي بجد حلم قلعه فعلا، لازم اي حد بيبقى نفسه يخلص فيها ويبدا فيها ويعمل كل حاجه فيها يعني. نعم. طيب منا جيلك يعني يمكن برضو كلام غاده الحقيقه لم حاجات كتيره، يعني انا طبعا كنت قصد اسالها لها لانه هي اضرب امور كتيره جدا يمكن بوجهه نظرها، ولكن الموسم بالنسبه لك انت ابتديتي طبعا انت لعيبه صغيره وكنا قعدنا مع بعض وانت راجع من بطوله العالم وكنت ليكي طموحات، شايف حققت اللي انت عايزاه من السنه دي؟ الحمد لله السيزون السنه دي كان من احسن المواسم اللي اديت فيها والفرق اديت فيها، يعني الحمد لله كان موسم مشرف بصراحه بالنسبه لي. يعني انت لا بالنسبه لي وبالنسبه لي انت راضيه عن اللي حققتيه وشايفه انه الحمد لله دخلت الموسم بشكل وخلصته بشكل تاني؟ الحمد لله الموسم بالنسبه لي كان احسن موسم، الموسم بتاعتي برضه. احلى ماتش عملت ايه في الدوري والكاس؟ ماتش سبورتنج كان في الدور الثاني. الدور الثاني عندهم كسبناه ده. ده كسبناه كمان بفرق مستريح الحمد لله، الفرقه كانت فايقه في الماتش ده. ده ماتش من الماتشات اللي بصراحه لعبتها حلو. صح يا كابتن مش كده؟ فاكروا انت الماتش ده؟ طبعا. طيب وافريقيا تونس طبعا ماتش تونس خاصه الماتش كان بيروح ويجي، يعني انتوا كنتوا طلعتوا في الاول شويه وبعد كده قربوا وبعد كده طلعتوا تاني بالزبط. فانت كان ليكي دور كبير. واجادت طيب. كمان في السيمي فاينل. السيمي فاينل كان نسبه التصدي عندها زياده عن 60%. ما شاء الله. مع انجولا ها؟ ما شاء الله. بس طب هسالك سؤال معلش.
هسأل سؤال بقى، يعني شوطة لعيبات انجولا زي ما احنا بنشوفها في التلفزيون كده برزبه يعني انا والله كنت بشفق عليك، بس قولي لي شعوري ده كان صح؟ بالظبط بالظبط، هي الكوره سريعه جدا، بتحتاج انك تكون مركز قوي ان الكوره تتشوط في اي وقت، مش شوطه عاديه يعني انا جايه شوط، لا هي شوطه بتتشوط في لقطه. طب بالله عليك انت ما خفتيش؟ بص طب بس مش خوف على قد ما هي مسؤوليه، يعني ان انت واقف فرقتك واثقه فيك انك هتشيل الكوره دي حتى ولو هي الكوره جلت منهم. يعني الكوره تبقى رايحه صاروخ، انا بجد يعني اعتبر ان انت بتلعبي مع فرقه رجال فعلا بصراحه، شخصيتهم جامده. صح انا بتكلم صح؟ الكره رايحه طلقه رجال، طلقه وتصدها برضه تاخد صدمه، تاخد صدمه او تيجي في ايدك توجعك الكلام، بعد ما تحيط شويه كده والكاميرا تروح بعيد تروح ماسكه ايدك وتقعدي تعيطي. طب خلينا نتكلم عن يعني انجولا كلاعيبه، انت بتبقي اخر واحد في الملعب والجول كيبر هو يعني خلينا نقول مايسترو، هو شايف الفرقه بتتحرك دفاع وهجوم وشايف الملعب من زاويه ما حدش بيشوفها غيره بالظبط، وطول الوقت هو قاعد بيوجه خط دفاعه. تمام، شايفه ان احنا نقدر، اصل انا عندي يعني في دماغي كده عايز اكسب انجولا، انا مش عارف بقى اتصرف بصراحه. احنا انا متضايق قوي بالذات ماتش انجولا الثاني، احنا الماتش على طول قريب يعني الماتش ما بعيدش خالص، عمره ما عالي عن فرق 4، ننزل لنا فرق 2، الماتش يعني كان قريب، كان في عدم توفيق شويه وقله خبرات برضه. اكيد قله خبرات، اول مشاركه من 4 سنين تقريبا 2018، فهم على طول في افريقيا موجودين على طول، فعارفين ازاي الماتش ينتهي، انما احنا كنا قريبين منهم مش بعيد يعني، مش اللي هو الفرق الشاسع اللي انت ما تقدرش انك تنافس معاهم، لا انت في اول مشاركه ليك كنت قريب منهم ممكن تخطف منهم في اي وقت، فالمشاركات اللي بعد كده لا فيها يعني فيها احنا قريبين. منى بتفكري لو جات لك فرصه دراسه بره، جامعه بره، اي حاجه يعني فكرت تسافري ولا لا؟ دراسة؟ لو دراسة لا بصراحة. تعجبيني الصراحة واضحة لا بس على حسب يعني دراسة بره لو فيها خلي بالك بعد مشاركة المنتخب هتطلبه، أنا بقول لكم بعد مشاركة المنتخب بشكل دوري هتبتدي اللاعبات المصرية زي اللاعيبة الرجال هيطلبوا بالظبط. هي أهم حاجة عندي إن مع الدراسة تبقى في نادي كويس يعني، مش أنا أروح عشان الدراسة والفرقة اللي أنا هلعب فيها هتبقى صراحة. طب بعد ما نخلص دراسة إلا الله ستر الحليب، نخلص دراسة وبعد كده نطلع. لا إن شاء الله ربنا يكتب لكم كل التوفيق، حراسة المرمى ليها دور كبير، أنا كنت سعيد بيكم جدا منى، أنا بشكرك من الله، بشكرك شكرا جزيلا. شكرا لحضرتك، نورتيني وشرفتيني. شكرا يا هادي، نورتيني وشرفتيني ومتألقة دايما. ربنا يخليك كابتن خالد، دايما كده متألق ودايما صانع النجوم. احنا اللي شرفنا بسيادتك. أمنية طبعا بشكرك، نورتيني وشرفتيني، وهنتابعك كمان إن شاء الله تعملي موسم جاي يعني قوي جدا.